على 45. هذاني طبعا أليفات على 45، أليفات طينة باجي حلوة بعد جمال سبحان الله. شوف جد حلوة. هاي على 45 أليفات، هاي لبوة، هاي نايمة بصفها، كلش حلوة بابا جمال سبحان الخالق. شقد حلوة حبيبي، جيت تلعب عشان طلعت سامي. هاي اختها أليفة بعد جيت بعد جمال، تمتع بالخالق بعد الخالق شي يخلق بابا سبحان الله. شوف الجمال جديد حلو. هاي يم حبش 45، هاي بيش 70، هذا الدب بعد صغير مو نفي، هاي ب70. تعال هذا كلش حلو، هذا اليف واكو اسود ما ادري اصوره ما يبين بيش بس 175 ورقة مو اسود. بعدين تجون علي وتتصلون على حبش شوفكم الصور لها ان شاء الله. هذاني على 15 بخرودة حبيبي شلونك؟ يا هلا سبحان الله عباك بشر بابا لا تشيت عليه ما تشيت عليه. سبحان الله عباك بشر بابا لا سبحان الله. هاي هنا هم من انواع البرنجو والقالق هم تلقوها ان شاء الله يا محبش كلش حلوات. شي حلو هذا، اتصلوا علي رقم ان شاء الله خليكم اياه جوا بالتعليقات. هاي نثية 11 ورقة ما شاء الله. هذاني الزوج ب30، تك على 15. باجيت حلوة حليفات حلوة. وهذاني صغار حسن 15 حالي صيح حالي حلو. اي هاي هاي 7 هاي جد حلوة خرب ركاب بالافلام. هاي ب 15 هاي طلعون بالافلام ماكو عيطين. وهاي طبعا هذا رقم الولد هذا حبش تتصلون عليه ايش تحتاجون بس راح اقربه لكم. هذا بيش عشرة هذا بعشرة ما شاء الله بقى هذا جيرمان الأصلي ما شاء الله جمال. هذا رقم الولد شارع المشاتين حبايش تتصل عليه ان شاء الله ما يخسر يعني كلهم طرف طلال ان شاء الله يداركم. عنده هواي شغلات غريبة قطط هاي لكم مو هم يعني مستوردة يعني تقريبا من اسعارها من 100 تبدي لوين؟ تقريبا من 150 الى 400 من 150 الى 400 حسب الفصيلة والترتيب مالتها كومية. هذاك النسناس يسموه القرد؟ ايه بيش هذا؟ هذا يعني تقريبا بيش؟ التيك ب 15 ورقة هاي خطيئة اذا جيت تاخذه اخذ واو التيك ب 15 اخذه هو وهذا اللي وياه وعشان حتى لا يبقى وحيد وعشان قاف يمه عرفت شلون؟ نشوف حيوان فدائما نشوف صاحبه وياه بزونه
ويا بزونة تحب خذن فينا خليها واحدة. وين في لايكات شباب؟ يما وصيكم مشاركة.